عضو من الاعضاء ديال الحركه النضاليه ديال ذوي الاعاقه. هذه المسيره هذه كتجي في اطار تخليد الذكرى ديال الشهيدين صابر الحلوي وميلود الحمراوي، شهيدين ديال القضيه ديال ذوي الاعاقه. والهدف من هذه المسيره هذه وحنا باغي نحيو الذكرى ديال الشهيدين، وفي نفس الوقت باغي نوصلوا الرساله ديالنا حنا كذوي احتياجات خاصه الحكومه بصفه عامه والدوله المغربيه حول المشاكل ديالنا حنا كمعاقين، في ظل انه عدم تطبيق القوانين اللي موجوده خاصه الاتفاقيات الدوليه اللي مصادق عليها المغرب منذ سنوات. ولكن هذه الاتفاقيات الدوليه وهذه القوانين اللي حطاهم الحكومه كتبقى فقط حبر على ورق، على مستوى التنزيل ما كاين حتى شي حاجه، لا على مستوى الصحه، لا على مستوى النقل، لا على مستوى التشغيل، يعني جميع المستويات. والمنظمات المسؤوله حنا الهدف ديالنا كنطالبوا بهاد الناس هادو يعطيونا الحقوق ديالنا، وخاصه بطاقه الاعاقه. بطاقه الاعاقه هي اللي فيها هاد الحقوق كامله، هي اللي كتجمع هاد الحقوق كامله، لا من تشغيل لا صحه ولا نقل. حنايا الرساله اللي كنوجهوا للسيده الوزيره خاصه حنا كتنسيقية ديال المكوفين المعطلين حاملي الشهادات، وانه هاد الملف هذا ديالنا منذ 2011 حتى لدابا الحل ديالو ما كاينش. كنتمنوا انه السياسه ديالها تكون مختلفه على السياسه ديال باسم الحقاوي، ونتمنوا انه نحن كنأملوا في اخره السيده هذه من خلال الاصداء اللي وصلتنا بانه السيده عندها كفاءه والسيده باغا تخدم هاد الفئه هذه. كنتمنوا منها انها كاين واحد الملف اللي هو استعجالي، ملف ديال التشغيل، وكاين ملف ديال النقل، وكاين ملف ديال سميتو، كاين ملف ديال الصحه وديال سميتو. كنتمنوا انها تاخذ هذا الملف هذا بعين الاعتبار وتحاول تلقى لنا حلول في القريب العاجل. كريمه عضو لجنه التنظيميه مع المجموعه ديالنا، المجموعه ديالنا تكوناها في الواتساب، ما عندها حتى شي علاقه بالجمعيات. هدفنا هو نود مجانية النقل. ومشينا يعني مشينا طرقنا جميع البيبان، درنا معارضات وتقدمنا للبلدية ديال اليوسفية، وهنا مجلس العمدة ديال البلدية، وقدم في الجلسه الاولى، وقدم الاعتذار ديالو في الجلسه الثانيه، ومع ذلك ما عطاناش، ما نصفناش، ما عطاناش. وحنا دابا هادشي كنناضلو على ود الامهات، على ود الوليدات اللي في المدارس، على ود مالين اللي الحركه ديالهم ثقيله جدا وما عندهمش لا دخل ولا مصروف ولا حتى شي ولا شي مساعدات. هاد الشيء علاش شحال من تلميذ، انه شحال من طفل حبس المدرسه ديالو لحقاش ما عندوش باش يركب في البيوس. وهذا هو هذا هو النضال ديالنا اليوم. بوخريس نور الدين، فاعل جمعوي وفاعل في مجال حقوق الاشخاص في وضعيه الاعاقه. الاخ، الهدف من هذه المسيره هذه هي مسيره تخليدا لروح الشهيدين صابر الحلوي وميلود الحمراوي اللذان راحت ارواحهما دفاعا عن ملف الاشخاص في وضعيه اعاقه. احنا جينا باش نقولوا للدوله المغربيه والحكومه المغربيه كفى من الاستهتار، وكفى من التسويف، وكفى من التهميش. هاد الناس راه في دوله ديمقراطيه وبغاو انهم يتمتعوا بجميع الحقوق ديالهم اللي كنص عليها الدستور المغربي، وكتنص عليها المواثيق الدوليه، وكتنص عليها التشريعات الوطنيه. حنا من خلال هذه المسيره بغينا نوحدوا الصفوف ديالنا كجميع من جميع الاعاقات، ونستغيثوا بصوت واحد، نرفعوا الصوت ديالنا ونقولوا لهاد الناس كفى، راه حنا تقهرنا في هذه البلاد ولقاو معنا حل. ونتمناو من هذه الوزيره الجديده اللي جات على راس وزاره التنميه الاجتماعيه
باش ما ديرش لينا نفس المضايقات ونفس الاسلوب اللي كانت كتنهجوا معنا السيده بسيمه الحقاوي. اما بخصوص مجانيه النقل، حنا كما يعلم الجميع اننا حضرنا الدوره ديال اكتوبر العاديه في مجلس مدينه الرباط باش يلقى لنا السيد العمده واحد الحل في هذا المشكل ديال مجانيه النقل الحضري، لان كما يعلمون الجميع بان النقل الحضري ولا كيتمنع منه الشخص وضعيه اعاقه ولا كتفرض عليه واحد الثمن ديال التذكره. هاد الثمن ديال التذكره اللي ما ولفوهاش اشخاص وضعيه اعاقه 30 عام هما كيركبوا بالمجان مني جات هاد الشركه ديال الزا، هما ماشي هما اللي ارتكبوا الخطا، المجلس ديال مدينه الرباط ومؤسسه التعاون بين الجماعات هما اللي ارتكبوا خطا مني بغاو يوقعوا الصفقه مع شركه الزا ما تنبهوش ولا تناساو القضيه ديال الاشخاص وضعيه اعاقه بانهم كيركبوا بالمجان في جميع الحافلات ديال جميع التراب المغربي. العمده بغينا منه لقاء، تيتهرب من اللقاءات ما بغاش يعطينا وعد، وقال لنا في الدوره ديال 4 تسعود 2019 قال لنا ما عندنا من ندير لكم، ما عندي من ندير لكم. ونهار 10 شهر 9 في الدوره ديال اكتوبر 9/10 في الدوره ديال اكتوبر الناس ولاو كينعتونا بالحمير، ناس من الحزب العدل والتنميه ولاو كينعتونا باننا كناخذوا الرشوه، واحزاب سياسيه معارضه هما اللي كيدفعونا باش نجيو نوضوا الفوضى. حنا ماشي ديال الفوضى، حنا جينا نطالبوا واحد الحق اللي هو مشروع وكنستافدوا منه في السنين هذه، ولكن هاد السيد العمده والناس اللي معاه ما بغاوش يستسلموا وينزلوا للارض الواقع. هاد السيد مازال دابا كيجرجر فينا، ما عطانا لا وعد لا حتى شي حاجه، وقال لنا بعد ما تلسانوا بان انا ما عندي ما ندير لكم، الملف ديالكم راه صيفطتو لوزاره التنميه الاجتماعيه والناس ديال مؤسسه التعاون بين الجماعات. هاد الناس انا ما عرفتش واش كيعتبروا هاد الفئه ديال الاشخاص وضعيه اعاقه كتنتمي لهذا الوطن ولا، الله اعلم.